خلينا نروح للاستاذ الدكتور مفيد شهاب، استاذ القانون الدولي بجامعه القاهره وعضو هيئه الدفاع عن طابا. دكتور مفيد مساء الخير. مساء النور يا استاذ نشأت، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. يا سيدي كل سنه وانت طيب ومصر طيبه والعالم العربي في امن وفي استقرار وازدهار. التهنئه لشعب مصر بهذه الذكرى الغاليه العزيزه، وكما تفضلت في حديثك الان فعلا من حقنا ان احنا نتغنى ونفرح بانتصاراتنا ونوثق لها ونعتز بها كل الاعتزاز ونتذكرها دائما ابدا. شريطة الا تكون فرحة عاطفية فقط، وانما ايضا ان احنا نستفيد ونقول لماذا انتصرنا، فنعي الدروس المستفادة من هذا الانتصار. دكتور مفيد، يعني لن اقول لماذا انتصرنا ولكن اقول كيف انتصرنا وحققنا هذه الضربة الدبلوماسية القانونية الموجعة التي استردينا بها الارض التي كانت مسلوبة وهي طابة. استردينا هذه الارض ونجحنا وانتصرنا من منطلق ان هناك شعب لا يرضى ابدا ان يفرط في حبة رمل من ارضه، ومن ثم فرغم هزيمة 67 القاسية العسكرية أعاد بناء قواته المسلحة وحقق نصرا عظيما تحدث عنه العالم كله، هو نصر أكتوبر سنة 73. وبعد هذا النصر العظيم شعرت إسرائيل بأنها لا يمكن أن تحتفظ بأي جزء من أرض مصر، فدخلت في مفاوضات مع مصر حتى تسوي علاقتها معها، فكانت معركة سياسية انتهت باتفاقية السلام في سنة 79. أقرت فيها إسرائيل أنها ستنسحب من كافة الأراضي التي كانت قد احتلتها في 5 يوليو. ولما بدأ التنفيذ على 3 مراحل من الانسحاب، جاءت قبل الموعد النهائي للانسحاب الكامل اللي هو 25 إبريل 82، فأرادت أن تختصم وتحتفظ ببعض المواقع الهامة الاستراتيجية السياحية في مقدمتها طابة ومنطقة رأس النقب اللي هي في وسط سيناء. ففوجئت بأن كما كان هناك تصميم على النصر العسكري كان هناك تصميم على النصر السياسي، كان هناك تصميم على النصر في المعركة القانونية القضائية الدولية التي انتهت بحكم تحكيم دولي واضح يقول أن طابة مصرية ورأس النقب مصرية ويجب أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وهذا ما تحقق بالفعل. تم هذا لماذا؟ وده الدرس المستفاد، لأنه ما ضاع من حق وراءه مطالب. صحيح. بس مش كفاية أنك تبقى صاحب حق، المهم أنك تبقى مصمم على استرجاع هذا الحق وعندك الإرادة والتصميم والاستعداد للتضحية إلى درجة الموت كما حدث مع جنودنا في حرب 73. إذا وجدت هذه الإرادة وهذا التصميم وهذا الاستعداد للتضحية فهذا عامل أساسي لتحقيق الانتصار واسترجاع الحقوق. ثم المهم أنك تكون قادر على إقناع الآخرين بأنك صاحب حق، وهذا ما تحقق من خلال اللجنة القومية لطابة لما عرضت بأسلوب علمي المستندات والخرائط التي أكدت أحقيتنا في استرجاع الأرض. دكتور مفيد، يعني كيف ترى تحركات الدولة الآن لتعمير سيناء والعبور الجديد من خلال تغيير الخارطة، من خلال إنشاء أنفاق وهذا الاصطفاف التاريخي اللي تم خلال الشهر الماضي لبدء معركة حقيقية لتعمير سيناء بشكل لم يحدث من قبل، كيف قرأت هذا؟ سيدي حتى قرأت هذا لازم أقول كيف كانت طابة عندما كانت محتلة من الجانب الإسرائيلي. كان هناك مجموعة أكشاك يقف فيها الجنود الإسرائيليون ويرفعون العلم الإسرائيلي، وأنا شاهدت هذا بعيني عندما توجهت كعضو في اللجنة في الجانب المصري مع هيئة المحكمة في سنة 87 إلى المواقع المختلف عليها. ثم بعدما استرجعنا طه واسترجعنا سينا بأكملها بدأت عمليات تعمير وعمليات بناء في النواحي الزراعة وفي الصناعة خدمات، ولكن من أسف لما ابتليت بالعمليات الإرهابية في السنوات الأخيرة
أثر هذا على عمليات التنمية التي كانت قد بدأت، ولكن ما أن انتهينا من القضاء على هذه العمليات الإرهابية التي كلفت الكثير كما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأنا نتفرغ من جديد لعمليات البناء وعمليات التعمير بأسلوب علمي، بأموال كثيرة، بتنمية بشرية في كافة القطاعات بأسلوب علمي بتخطيط. والآن هناك عملية يعني تعمير وعمران وبناء وإصلاح زراعي وبناء مصانع وتقديم خدمات بصورة مذهلة، اللي بيها أرض الفيروز الغالية اللي إحنا ضحينا الكثير في سبيل استردادها تصبح مزدهرة ونامية، والتنمية تصبح فيها مستدامة، أرض جميلة هادئة مستقرة مزدهرة. أنا سعيد جدا بما يجري في سيناء في هذه الأيام، كما كنت سعيدا جدا عندما شاهدت انسحاب القوات الإسرائيلية من طابة ورفع العلم المصري على طابة في سنة 88 ثم 89. أنا بشكرك جدا الأستاذ الدكتور مفيد شهاب عضو هيئة الدفاع عن طابة وأستاذ القانون الدولي ووزير التعليم العالي الأسبق.